جارة الملك محمد الخامس بطل التحرير، عنده واحد مكانة خاصة في قلوب الشعب المغربي قبل الاستقلال وبعد الاستقلال، بل ضحى الشعب المغربي في سبيل الاستقلال وانطلقت المقاومة وجيش التحرير مباشرة بعد نفي جلالة المغفور له محمد الخامس رحمة الله عليه. وبالتالي فاستحضار ذكراه في كل مرة وكل سنة مهم جدا وواجب، لأنه كذكرنا بهذه ملحمة الاستقلال وكيف تمت، وهذوك الأبطال اللي قادوها تحت اللواء ديال جلالة الملك محمد الخامس، والتذكر ديال هذيك الملحمة وهذاك الانتصار ديال المغرب وهذيك الشيء مهم جدا باش الأجيال الحالية تستحضر دائما كيفاش السابقين ضحوا للبلاد وضحوا في سبيل الوطن، والحاضرين واللاحقين كيفاش خصهم يضحوا أيضا في سبيل الوطن. بس كل شيء خير، عواشر مبروكة، جيبوا المسؤوليات.